السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كويسة جدا. اي بنت بتعاني من مشكلة الشعر الزايد في الجسم، النهاردة ان شاء الله هحللها المشكلة بتاعتها. النهاردة جاي لكم بحل سحري هيقضي على الشعر تماما. الناس اللي دايما بتشتكي، دايما تقول انا مش عارف، انا بيطلع لي شعر في رجلي، انا بطلع في شعر في المنطقة الحساسة، انا دايما شعر وجهي بيبقى تقيل، ده النهاردة بإذن الله هتنتهي المشاكل دي كلها. هعمل لك النهاردة وصفة هتقضي على كل الحاجات ديت، مش هتخلي الشعر يطلع او هتخلي الشعر ينبت عندك تاني ابدا. تمام، يلا كده يا جماعة نقول بسم الله ونحط لايكات كتير للفيديو. يلا بينا بقى نشوف الوصفة بتاعتنا. عايزاكم تشوفوا الوصفة للاخر عشان ان شاء الله تستفادوا منها. طيب الوصفة بتاعتنا النهاردة محتاجة ايه؟ محتاجة اول حاجة انا معايا نص كوباية مية دافية زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنحتاج ايه؟ هنحتاج لمعلقة صغيرة كده من الشبة. طبعا يا جماعة الشبة الناس اللي مش عارفاها هي يعني ساعات بتيجي كده على هيئة حجارة، بتبقى يعني عاملة زي الحجارة كده، وساعات بتيجي مطحونة. انت وراحتك بقى على حسب ما تجيبها من عند العطار. ممكن تجيبها على هيئة حجارة وتطحنها انت بنفسك، وممكن تجيبها مطحونة جاهزة من عند العطار لو انت مش هتعرفي تطحنها. إيه هتجيبي مثلا 5 جنيه كده ولا حاجة، هيكفي عندك ما شاء الله فترة طويلة جدا. اول حاجة بقى كده انا هجيب معلقة من الشبة اهي، ده كده يا جماعة معلقة من الشبة المطحونة بالشكل ده كده، ونبدأ ان احنا ندوبها بطريقة كويسة. الشبة يا جماعة من الحاجات الكويسة جدا اللي بتقضي او ما بتخليش الشعر ينبت يعني عامة. دي كانت اول حاجة. تاني حاجة كده برضو المكون بتاعي هنجيب او هناخد معلقتين من الخل الابيض، ولازم يكون خل ابيض، محدش يجيب خل تفاح ويحطه، لا خل ابيض من بتاع البيت. وصفه سهله وبسيطه جدا وان شاء الله هتجيب معاكي نتيجه كويسه، بس اهم حاجه تابع الفيديو علشان تعملها بطريقه صحيحه. المفروض انا باخد ملو معلقه كبيره من المعلقه الكبيره اللي هي بتاعه الاكل ديت، بس علشان دي معلقه صغيره انا هاخد منها حوالي 3 معالق بالشكل ده كده. تمام، المكون اللي بعد كده يا جماعه هيبقى معلقه صغيره من البن. اي نوع بن عندك استخدميه. البن يا جماعه بيشيل اي ترهلات موجوده عندك سواء في المنطقه الحساسه او اي ترهلات موجوده مثلا في البشره او اي ترهلات موجوده، وكمان بيفتح معاكي البشره وبيفتحها. هناخد معلقه كده اهوت اهو بالشكل ده كده، ونبدأ ان احنا نقلب المكونات دي كلها مع بعضنا. لغاية هنفضل نقلب لغاية ما البن دوت يدوب معايا خالص. ده كده يا جماعة عملنا البن بوشناه خالص معانا اهوت. بعد كده الخطوه اللي جايه لازم تاخدوا بالكم منها كويس، وده اهم مكون معايا. هناخد نص معلقه صغيره كده من الملح. الملح برده من الحاجات الكويسه جدا اللي بيوقف النمو بتاع الشعر، ما بيخلوش الشعر يطلع معاكي اي بدن اهو. قلبناه كويس كده. شوفوا بقى الخطوه اللي جايه. الخطوة اللي بعد كده يا جماعة، وده الخطوة الأخيرة، اللي هي المعجون. المعجون من الحاجات الكويسة برضو اهو، اللي احنا ان شاء الله هنستخدمها في الوصفة بتاعتنا. اي نوع معجون عندك وبرضو هنقلبه كويس، نفضل وراه كده لغاية ما يتقلب خالص اهو. اهم حاجة ما يرساش معايا في الكوباية من تحت. افضل وراه لغايه ما اقلبه خالص. خدوا بالكم بقى لان الخطوه الجايه مهمه جدا اللي انا هقول لكم عليها. وخدوا بالكم يا جماعه الناس اللي هي بشرتها حساسه برضو تقدر ان هي تستخدم الوصفه ديت اهو. الناس اللي دايما بيطلع لها حبوب او كده، يعني تقلل الملح شويه علشان ما يعملش التهابات عندها، تعمل الوصفه ديت بس تقلل الملح. ده كده خلاص بقى كويس اهو.
كل المكونات دابت مع بعضها، يبقى انا كده اصبح الوصفه عندي جاهزه. الوصفه دي يا جماعه استخدمها ازاي؟ لازم احطها بعد ما اخلص كل المكونات ديت واعملها، هاخد الكوبايه كده زي الشطره واحطها عندي في الثلاجه لمده ساعه ولا حاجه، وبعد كده لازم استخدم الوصفه تكون ساقعه جدا. يعني ايه؟ مش هحطها في الفريزر بقى عشان تبقى ساقعه، لا في الثلاجه عادي، اكن بحط ميه ساقعه عادي في الثلاجه. بعد كده هستخدم الطريقه بتاعتي بقى الصحيحه علشان اقدر ان انا استخدم الوصفه ديت. هعمل ايه؟ بعد ازاله الشعر باي طريقه بقى انت بترتاحي لها، سواء بالسويت او بالشفرات او اي نوع من انواع اللي انت بتستخدميها لازاله الشعر. بعد ما تخلصي خالص هنعمل ايه؟ هناخد بالقطنه كده ونبدا ان احنا كده اهو على المنطقه كده بالشكل ده كده اهو، على المنطقه اللي انا شلت منها الشعر بالشكل ده كده كده بالقطنه كده، يعني زي ما انتم عارفين كده. وهبدا ان انا امسك المنطقه اللي انا شلت منها الشعر سواء في الايد او في الاماكن الحساسه او في الوجه بالشكل ده كده لغايه ما تنشف خالص اهو على بشرتي. لو انا عاملاها في منطقه الوجه هسيبها لمده نص ساعه علشان الجلد يتغلغل منها ويمتصها كويس جدا. لو انا مثلا هعملها في اي منطقه، سواء مثلا هعملها في ايديا او في اي منطقه حساسه او اي مكان، ممكن اسيبها كده لمده ساعتين وبعد كده هغسلها بالطريقه العاديه خالص، مفيش اي مشكله بالطريقه دي يا جماعه. طبعا كلكم عايزين تعرفوا ايه الفايده اللي بعد كده. الفايده اللي انا عملت بيها الوصفه ديت، او الفايده اللي انا عايزه اخدها من الوصفه ديت، ان هي هتمنع معاكي نمو الشعر خالص. يعني انت لو كان عندك الشعر بينمو بنسبه 90%، لا الوصفه ديت هتخلي الشعر ينمو بنسبه 20%. وبعد كده كل فتره او كل شهر عند ما تيجي تكرر الوصفه ديت هتبص تلاقي الشعر بدا ان هو يختفي عندك بالتدريج لغايه ما هيجي مش هيطلع عندك مره تانية ابدا، وهيبقى خلاص جسمك خلاص ما عادش فيه لا هينمو في شعر تاني ولا هينمو في اي حاجه ابدا. وفي نفس الوقت كمان الوصفه اللي احنا عملناها ديت هتفتح الاماكن الحساسه. في ناس كتير دايما بتشتكي ان في بيبقى في اسمرار في الاماكن الحساسه وكده، لا المكونات اللي احنا حطيناها دي يا جماعه ده بتفتح الاماكن ديت وبتخلي بشرتك ناعمه وكويسه جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.